وكما وعدتكم بنقل الجديد والحصري على قناتي، اليوم أقدم لكم تردد قناة جديدة مميزة ظهرت اليوم على مدار القمر الصناعي النايلسات. أنا غادة وهذه قناة تي في فريكونسيز. تابعوا معي الفيديو إلى نهايته لمعرفة القناة وترددها. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين الأوفياء بدون استثناء. تحية كبيرة جدا جدا مني إليكم أينما كنتم، وشرف كبير لي حضوركم وتواجدكم معي. وإن لم تشترك في القناة فاشترك الآن فضلا وليس أمر، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد أقدمه، ولا تنسى الضغط على زر لايك لهذا الفيديو دعما وتشجيعا لي كي أستمر. إذن موضوعنا اليوم هو تردد قناة جديدة ظهرت اليوم على النايلسات، على التردد الظاهر أمامكم وهو 10/7/27، معدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي H، واسم القناة هو شاهدنا تي في. كانت معكم غادة من قناة تي في فريكونسيز. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم دائما. لا تنسوا قبل مغادرة الفيديو الإعجاب به والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم أوفياء، إلى اللقاء.